إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن دينكم دين مكارم الأخلاق ومحاسنها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد. وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة وأسوتها، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنشأ عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه تخلق بكتاب الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إضافة لما طبعه الله عليه من الخصال والسجايا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، رواه أحمد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الخلق العظيم آداب القرآن. وإن الصدق عباد الله في الحديث، وإن الصدق في الحديث واحترام العهود والوفاء بالعقود واجتناب الظلم والعدوان من أعظم القيم التي أمر بها ديننا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة هي خلق المسلم مع المسلم ومع الكافر، فكما لا يجوز ظلم المسلم ولا العدوان عليه ولا الغدر به ولا نكث عهده، فكذلك الحال مع الكافر الذي دخل بلد المسلمين بعد أن أعطي الأمان على نفسه أنه لا يعتدي عليه أحد ولا يبغي عليه أحد ولا يؤذيه أحد ولا يضره أحد بغير وجه حق. عباد الله، إن بلادنا شرفها الله وحماها تستقبل كل عام ملايين البشر من طلاب الدين والدنيا، والحمد لله على فضله وإنعامه، ومنهم المسلم ومنهم الكافر. أما المسلم فبيننا وبينه أخوة الإسلام ومودته، وأما الكافر وإن كنا نبرأ إلى الله منه ومن كفره إلا أننا نتعامل معه بالبر والإحسان، إلا أننا نتعامل معه بالبر وهو الإحسان، وبالقسط وهو العدل، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن حكم هذا التعامل عباد الله أن يتعرفوا على حسن الإسلام وكماله وجماله وموافقته للفطر السليمة والعقول الرشيدة، فيكون سببًا لدخول الكافر في الإسلام،
فيهتدي في الدنيا ويسعد في الآخرة. وكم من أمم وشعوب دخلت في الإسلام لما رأت حسن تعامل أهله. وجمعيات الدعوة عباد الله في هذه البلاد المباركة تسجل أعداداً يتشرف بها كل مسلم. فأحد مكاتب الدعوة أو أحد جمعيات الدعوة القريبة يسجل شهرياً ما يقارب من 20 مسلماً جديداً. بل من العجب عباد الله أن منهم من جاء مبشراً لدينه، ومنهم من جاء مثبتاً لإخوته في الدين، ولما رأى محاسن هذا الدين وكمال أخلاقه دخل في دين الإسلام، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا مسالك الغلو والتفريط في التعامل مع المستأمنين. فمن الناس من يغلو ويتجاوز الحد مع الذين يدخلون بلادنا بقصد التجارة أو السياحة أو غيرها من المقاصد المباحة، فيعتدي عليهم بالقتل كما كانت تفعله الجماعات الإرهابية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: الإخوة الذين يأتون إلى المسجد متأخر، أيها الإخوة صلوا في أماكنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. من الناس عباد الله من يعصي الله تعالى في تعامله معهم من جهة الكذب والتحايل والغش بقصد التكسب والربح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. صلي في مكانك يا أخي. من الناس عباد الله من يعصي الله تعالى في تعامله معهم من جهة الكذب والتحايل والغش بقصد التكسب والربح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فدل على حرمة الغش كله سواء مع المسلم أو مع الكافر. ومن الناس من يتجاوز في التعامل معهم حدود الأخلاق الجميلة والعادات الحميدة، بل يتجاوز حتى الحدود العقدية وحدود العقيدة. وهذا عباد الله ليس من التسامح ولا الوسطية في شيء. فالتسامح الحق الوسطي هو التعامل معهم بالبر والإحسان والعدل كما أمر الله، دون تخلي المسلم عن عقيدته وخلقه، ودون المساس بأنظمة الوطن وأمنه وسمعته. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.